مشكلة كره كلبك للبس الطوق دي بتكمن في عدم تعوده على استخدامه للطوق، لان انت معودتوش انه يلبس الطوق من وهو صغير، ولما بتيجي تلبسه الطوق وهو كبير بيحس ان انت بتتحكم فيه وانه بيتكتف، ودي حاجة مفيش اي كائن حي بيحبها سواء حيوانات او بشر. وعشان نبتدي نعمل ده بشكل سليم من غير ما يزود المشكلة اكتر، مش محتاج اكتر من اننا نستخدم المكافأة، بمعنى ان انا هجيب الطوق واحطه قدام الكلب وابتدي اخلي الكلب يعدي من على الطوق عادي وهو مشغول في التريتس. كل ده في محاولات مننا ان احنا نعود الكلب على وجود الطوق جنبه وان هي حاجة ما تضايقوش. وطبعا الموضوع ده بياخد وقت وبيحتاج تدريب بالتدريج لحد ما نبتدي نلبسه الطوق. واول ما يلبس الطوق ما ينفعش تسيب الكلب وتقول انه كده تمام وتسيبه يقعد يتشقلب ويضايق نفسه، لانه في الاول وفي الاخر مش هيسكت غير لما يقطعه او يعور نفسه. وعشان نعالج المشكلة دي، بمجرد ما تلبس الكلب الطوق لازم تديله امر مرة او اتنين او تلاتة وتبتدي تقلعه الطوق تاني وتكفه. وبنبتدي نزود المدة دي بالتدريج، ابتدي ازود اوامر وتدريبات بالتريتس والمكافأة الملفتة للكلب في خلال لبسه للطوق، ومع تزويد المدة دي هيبتدي يتعود الكلب انه لابس الطوق عادي وما بيحصلوش اي حاجة. ولما بنيجي نربط الليش عشان بقى نتحكم في حركة الكلب، برضو لازم تستخدم تريتس والليش بيبقى متساب في الارض عشان الكلب يتعود يتحرك عادي جدا والليش موجود فيه. وبعد كده ببتدي اخد الموضوع بالتدريج لحد ما اوصل ان الليش بيبقى في ايدي وانا بكافئ الكلب وهو مستمر في مشيه معايا عشان المكافأة مش عشان هو مجبور انه يمشي معايا. ومع التكرار الكتير هيبتدي الكلب يتعود انه اوريدي اصلا بيمشي جنبك وانت ماسك الليش وما يكونش فيه اي مشكله. ولو انت من الناس اللي عندها مشكله في موضوع لبس الطوق ده، اكتب لي في الكومنتات كنت بتعمل ايه بالظبط. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو انت مش متابعني فانت فايتك كتير. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.